مرحبا، معكم أشرف صباح وفيديو جديد في قناتكم سيلف سبورت. اليوم موضوعنا عن المدرب اللي كان سبب في صعود ماينز للدرجة الممتازة في الدوري الألماني، المدرب اللي كان سبب رئيسي في فوز دورتموند في لقبين متتاليين في الدوري الألماني وأعاد دورتموند إلى خارطة كرة القدم. اليوم موضوعنا عن قصة الحب بين كلوب وليفربول وسر نجاح كلوب وسر سيطرته على إنجلترا في السنوات السابقة. بعد أول خطوة خطاها كلوب في الأنفيلد عام 2015 لما تعاقدوا مع ليفربول، حكى تصريح كثير مهم. حكى: إحنا في نادي ليفربول لازم نتحول من مشككين إلى مؤمنين. هسا بعد 5-6 سنين من التصريح ما حدا بيقدر يشكك في كلوب ولاعبيه ولا في عمله الفني، بعد صبر الإدارة عليه وثقة الجماهير في عمل كلوب الفني وعمله وتعامله مع اللاعبين، وصل كلوب للي بده إياه ليفربول. وصل للدوري بعد غياب 30 سنة وقدر يحقق اللقب السادس لدوري أبطال أوروبا في ليفربول بعد غياب 14 سنة عن الفوز في البطولة. أول شيء غيره كلوب في النادي هو العقلية، أعاد لهم الشغف والطاقة. قبل ما يجي كلوب كان نادي ليفربول يعاني لاستعادة تاريخه، بلشت الجماهير تفقد الثقة خصوصا بعد خروج الأسطورة ستيفن جيرارد من النادي. استلم كلوب النادي وعادت الروح للأنفيلد وجماهيره، ومش بس الروح، عادت الألقاب ورجع ليفربول نادي سعيد، ورجعت الجماهير بتستمتع في كل مباراة تحضرها لفريقه. كيف تم تحقيق ذلك؟ كيف قدر كلوب يعيد الأيام السعيدة ويحقق هالنجاحات؟ أهم الأسباب هو أسلوب كلوب والعقلية التكتيكية العظيمة عند الألماني، مدرب معروف بالكرة السريعة والرتم المجنون، كل لاعب بيركض مسافات كثيرة ورا الكرة ومطالب بأنه يركض مسافات طويلة خلال المباراة. إذا أنت لاعب في فريق كلوب فأنت مطالب دائما في الضغط على الخصم، يا بتأخذ الكرة يا بتطلع روح اللاعب في الملعب، ما عنده غير هيك. مدرب متطلب من لاعبيه لأقصى حد، ما بيرضى مجهود عادي، لازم تأدي أقصى مجهود عندك في الملعب. اللي بحبه في كلوب مدرب بيعرفش يعني مجاملة، عنده التدريبات هي دستور كرة القدم، بتحط فيها الأفكار والاستراتيجيات وعلى أساسها بتقدر تبني فريقك. يعني بتأدي بشكل جيد في التدريبات، بتفهم الغرض الفني من كل فكرة، بتكون منضبط فنيا في التدريبات وفي النادي، فأنت هيك نجحت في أول خطوة. ثاني خطوة تأدي بشكل جيد في الملعب ويكون عندك استمرارية. هيك انت ارضيت كلوب بشكل عام. مدرب ما عنده لعيبه مدللين، ما عنده لاعب لازم يلعب في كل مباراه، احيانا بنشوفه بيطلع صلاح، احيانا بنشوفه بيطلع ماني، مدرب بيلعب وبيدرب على اساس ادائك في الملعب. واذا اجينا نشرح افكاره الفنيه، معروف دائما اسم كلوب مرتبط في اللعب السريع والضغط العالي، وايضا بحب يفرض اسلوبه ويسيطر على الكره في الملعب. واما لشرح نظام لعب كلوب فسنبدا في المرحله الاولى وهي بناء الهجمه. كلوب بيحب يبني الهجمة في أكثر من طريقة، مثلا بتمركز بطريقة 4-3-3، بيسقط المحور بين قلبي الدفاع وبيرتفع الأظهرة لأعلى مكان في الملعب. حاس حالي دائما بكرر نفس الحكي، بيسقط المحور بين قلبي الدفاع بيرتفع الأظهرة لأعلى مكان في الملعب، وهو فعلا إشي منتشر كثير بين المدربين. طيب ليش؟ لأنه أولا بهالطريقة أنت بتعمل تفوق عددي. كيف؟ أنت بتلعب بثلاث لاعبين في الخلف، سقط المحور عندك قلبين دفاع، عندك ثلاث لاعبين. كل الفرق حاليا بتعتمد على الضغط العالي، لما يجي فريق الخصم يضغط عليك بشكل عالي غالبا يا بضغط المهاجم يا بضغط المهاجمين، انت عندك ثلاث لاعبين ولو نحسب الحارس بيكون عندك 4-2 على الخصم. ثانيا انت مع ارتفاع الأظهرة راح توسع الملعب لأكبر مكان ممكن، يعني راح تهاجم في أكبر مساحة ممكنة، وفي نفس الوقت الخصم راح يدافع بأكبر مساحة ممكنة. أثناء هجومك في هاي المساحة راح تقدر تطلع الكرة بشكل أفضل من مناطقك للمناطق الهجومية. من الطرق الأخرى لبناء الهجمة في ليفربول كلوب تحرك هندرسون وفينالدوم لمنطقة الظهير، مع ارتفاع الظهير فينالدوم هندرسون بيغطوا هاي المكان، هذا الاشي بيفيدهم اثناء بناء الهجمة انه عندهم زاوية رؤية عميقة في الملعب، بيقدروا يعطوا مسار تمرير لاي مكان في الملعب. بهالطريقة راح يسحب معاه لاعب خط الوسط اللي بيضغط عليه ويعمل مساحة خلفه، وهاي المساحة اذا كان فريقك بيتحرك بدون كرة بشكل جيد في الثلث الاخير راح يستفيد منها كثير. كلوب دائما بيحب يخلي مجرى نظر عمودي عند حامل الكرة، دائما بيحب يخلي زوايا الرؤية مفتوحة وخصوصا المجرى العمودي. ليش؟ لأنه بيحب يوصل للخصم بأسرع وقت ممكن، أسلوبه مباشر وبيحب تكون التمريرات قصيرة وسريعة في نفس الوقت. عند هجومه من الأطراف بيتمركزوا اللاعبين دائما تقريبا مثل شكل الماسة عشان يفتحوا مسار تمرير عمودي ويطلعوا في الهجمة لأعلى مكان في الملعب بشكل سريع. عند وصول كلوب للثلث الأخير بنلاحظ أنه أظهرة الفريق هم الأجنحة، ايضا لاعبه المحاور بيغطوا على الاظهره ومتمركزين مكانهم ولكن بشكل مرتفع وفي عمق الملعب، وفي نفس الوقت بيدخلوا صلاح وماني لانصاف المساحات وبيتحركوا بدون كره وبيتحركوا دائما لاستلام الكره خلف خطوط الضغط وفي المساحات في خطوط الفريق الخصم. الممتع في ليفربول هو حلول الكثيره، كلوب عمل مرونة كبيرة في صناعة الفرص بحيث ممكن تيجي الفرصة وممكن تيجي الخطورة في أي مكان من الملعب،
يعني بنشوف فنيات صلاح وماني بتشكل خطورة على الخصم، انطلاقاتهم من الأجنحة، عرضيات أرنولد وروبرتسون، وأيضا تحركات فيرمينو بين الخطوط. وإذا جينا نحكي عن حلول ليفربول الفنية، لازم نحكي أكثر عن الظواهر الفنية أرنولد وروبرتسون، الظهيرين اللي صاروا جدا مهمين في كرة القدم الحديثة. مش حكي عن أرقامهم العالية في صناعة الفرص أو في العرضيات الصحيحة أو في الأسيستات، لا، حكي عن كيف قدر كلوب يسمح لهالظهيرين يتمركزوا في أعلى مكان في الملعب بدون ما يكون الإشي عكسي على الفريق. أكيد مع ارتفاعهم بيتركوا مساحات خلفهم، دائما هاي المساحات متمركز فيها محاور الفريق عشان يغطوا على الأظهرة وعشان يكونوا قريبين من الثلث الأخير وفي نفس الوقت جاهزين لعملية الضغط العكسي. تمركز المحاور في هذا المكان راح يعطيهم ارتداد سريع للكرة ومنع للمرتدات، ايضا حريه للاظهره بالارتفاع لاعلى مكان. مع حريه الاظهره راح نعطي حريه للاجنحه في الدخول لانصاف المساحات والتحرك بدون كره في الثلث الاخير. في الحاله الدفاعيه مثل ما حكيت، تمركز الفريق هجوميا، ارتفاع خط الدفاع تبعه لاعلى مكان في الملعب بيعطيهم افضليه في الضغط العكسي. معروف ان كلوب من رواد افكار الضغط العكسي وافضل مطبقينه، وهي الضغط على الكره لحظه فقدانها. ومثل ما شرحت لكم عن افكار الضغط العكسي في فيديو سابق، عشان اعمل هيك فيديو وافهم افكار الضغط العكسي، المصدر الاساسي عندي هو كلوب وفرق كلوب، والفريق الافضل اللي طبق معاه الضغط العكسي حاليا هو ليفربول. ليفربول يعد من افضل المصادر لشرح نظام تطبيق الضغط العكسي. ايضا الضغط العالي يطبق في كلوب ليفربول كثيرا حسب الخصم، فكلوب بيتعامل مع الضغط العالي كانه فخ، بيعطي الكرة او بيسمح لمرور الكرة للاعب الاضعف في بناء الهجمة، بعدين بيسكر حواليه مسارات التمرير وبيسكر عليه مجالات التمرير وبيجبره للتمرير العالية. وهذا الحلو في كلوب، يعني خلال فترات المباراة ممكن تشوف فريق بيلعب خلف الكرة 10 لعيبة في مناطقهم كأنك تحضر مباراة لمورينهو، ممكن تشوف 10 لعيبة بيركضوا بمناطق الخصم وضغط عالي على الخصم كأنك تحضر مباراة لغوارديولا، وخلال نفس المباراة مستعد تشوف 10 لعيبة بيركضوا خلف الكرة في أول لحظة عند فقدها، وهون أنت راح تكون بتحضر الماركة الخاصة في يورجن كلوب. لكن هل نجاح كلوب يعود فقط إلى أفكاره الفنية؟ أكيد لا. لما سألوا كلوب عن سر نجاحه مع ليفربول، حكى لهم الشغلة مش شغلة فلسفة وتكتيك بس، لا، الشغلة طريقة حياة. طريقة الحياة في ليفربول عبارة عن عائلة واحدة. كلوب دائما بيشدد على أهمية إنك تعرف كيف تتعامل اجتماعيا مع العلاقات، لدرجة انه كل لاعب في ليفربول بيعرف كل شخص بيشتغل في النادي. فريق ليفربول صبر على عمل كلوب الفني، وهو الاشي اللي مش موجود حاليا في كرة القدم، الصبر، انك تصبر على مدرب وتعطيه الوقت الكافي انه يطبق افكاره واسلوبه الفني. كلوب احتاج لثلاث سنين ليفوز في اول لقب له مع النادي، اتطور كثيرا من ناحية النتائج والاداء، بحيث نسبة انتصاراته في اول موسم له مع ليفربول كانت 45%، في موسمه الخامس وصلت نسبة انتصاراته إلى 84%. مدرب إجا غير عقلية النادي، أعطاهم هوية فنية واضحة وكرة قدم ممتعة ونتائج وألقاب. حكى لهم اصبروا علي، لا تستعجلوا تطلبوا ألقاب، رح نخسر في البداية، رح يكون في مشاكل، لكن مع الصبر والثقة والإيمان والوقت رح تيجي الألقاب في النهاية. وهيك برأيي سبب سيطرة الكلوب على إنجلترا أربع أمور رئيسية: إدارة بتثق فيه، جماهير بتآمن فيه، الصبر على النتائج، والوقت ليطبق أفكاره الفنية. وهيك بكون وصلت لنهاية الموضوع، بتمنى يكون عجبكم، بتمنى تعطوني رأيكم في التعليقات تحت عن إيش أسباب نجاح كلوب وإيش أسباب سيطرته على إنجلترا. بتمنى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وبيس.